طبعا. طب ايه اللي يحصل مثلا لو ذوي الاحتياجات الخاصة ما يلاقوش الدعم ده في الشارع؟ ده تأثيره ايه على المجتمع؟ هو ده بيوقف حياته. يعني هو عشان كده احنا ناس كتير قوي بتسافر بره، تقول لك ايه ده ناس كتير قوي بره عندها الاشخاص الاعاقه كتير بره. بالعكس، احنا اي دوله يعني ناميه بيبقى يعني النسبة بتاعتهم أعلى بكتير، لأن الموضوع ليه علاقة بالفقر، ليه علاقة بإن إحنا زي مش عارفين نتعامل، ليه دعوة بالحوادث العربيات، حاجات كتير جدا. فكل ما وعينا أولا إحنا ممكن نحاول نتفادى إن ناس يجي لها يعني إعاقات معينة. ده غير بقى إن إحنا لما بيجي لحد الكسور أو بيحصل حادثة أو شخص بيتولد عنده يعني ديسابيليتي معينة، إحنا بقى بنبتدي نشوف إزاي كل مؤسسة تمسك دورها. لأن هو لو مش عارف ينزل المطعم، لو هو مش عارف يروح يشتري حاجات من السوبر ماركت، يعني حاجات بسيطة جدا صح، مش هتكلفنا جنيه زيادة. لو أنا ببني المبنى حطيت في اعتباري عملت كل حسابي الناس، مش بالظبط هيكلف. بالظبط. بس لو أنا من الأول مش عاملة حسابي في البنى، إن أنا بعمل رامب بدل السلم، أو أنا او بصمم بقى الاثنين جنب بعض زي ما بنشوف بالظبط مثلا في مدخل مستشفى او اماكن كتير، لازم يكون في ده زي ما بيكون في ده. بالظبط. على فكره لو رامب بالنسب المظبوطه، ان ممكن تلاقي زحليقه، يعني مثلا تلاقي يعني ده اصلا ممكن يبقى خطر خطر اكتر على اكتر صح، بالظبط على اي حد ممكن هيطلع ينزل على يقع الرامب يخبط في الشارع ولا في حاجة. بالظبط. صح، فهي الفكره بقى اللي احنا فاهمة بنحاول صح. نعملها هي توعيه. طب انا دوري ايه؟ طب انا لو انا عايز حد كفيف يجي لي المطعم، طب هعمل ايه؟ ممكن ابقى عندي بريل مانيو، وناس كتير قوي بتبقى فاكره لازم اي حد كفيف بس بيقرا لغه بريل او برايل، بس في الاخر هي لا، الشخص الكفيف بيستخدم كمبيوتر، بيستخدم الموبايل، بيستخدم فيسبوك، بيستخدم انستغرام، لان حتى الاتاحه مش بس مكانيه، الاتاحه التكنولوجيه كمان مهمه جدا. يعني انا دلوقتي اي ويب سايت انا ممكن اساعد الشخص ذوي الاعاقه. عشان كده عندنا اكاديميه حلم، مش فكرتها بس ان احنا نعرف ندرب الناس، احنا بنشترك مع مؤسسات كتيره جدا عالميه وفي مصر على ان احنا نطور البرامج، ان هي يكون فيها مثلا للكفيف يبقى فيها سب تايتلز، او بيبقى فيها مثلا لغه اشاره للشخص الاصم، او يعني بالذات ان احنا عندنا الصم بيبقى عندهم نسبه اميه عاليه جدا. ومش لازم ان انا اخلي ان انا لا، انا لو انا ابتديت اقعد اطور، لان هو علم محتاج وعالم كامل عشان افضل الاقي حلول للاشخاص ذوي الاعاقه. غير ده بقى كمان التاثير على العيله نفسها او الاسره نفسها، الاخ والاخت اللي بيبقى اخوه الضغط من والعبء اشخاص ذوي النفسي الاعاقه ده. والعبء النفسي. فناس كتير قوي ما تعرفش، ما هو فاكرين ان طب انا بيبتدي يبقى فيه انا صعبان عليا، فبنبتدي نتعامل من الحته دي، وما نبقاش عارفين الوعي. برضو دي جزء كبير من اللي احنا بنعمله، توعيه الاسره، صح توعيه الاهل دورهم ايه، والشخص بقى ذات نفسه. يعني احنا اتكلمنا كل ده على الاطراف، ما اتكلمناش على الشخص بقى صح ودوره ناحيه ده، لان برضو هو كبر في مجتمع هو حاسس ان هو مظلوم فيه. فانا بالنسبه لي بصراحه في 2018 لما يعني سياده الرئيس يعني طلع القانون 2000 بتاع 2018 لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، دي كانت اول خطوه ان احنا نبقى عندنا قانون مظبوط بيحمي الحقوق بتاعه الاشخاص ذوي الاعاقه. دي من اكبر النجاحات اللي كل المجتمع المدني والحكومه يعني فعلا عملتها. تاني حاجه ان ازاي نطبقها بقى، يعني تطبيقها ده يعني هيحتاج خطوات كتيرة جدا، ولازم نبقى واقعيين ان دي مش حاجة هتحصل في يوم وليلة. أكيد. وده بقى اللي بنشجع بقى الفريق بتاعنا وكل الالاف الاشخاص، احنا تقريبا بنشتغل مع 7000 شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة، اللي هم دورهم بقى ايه ناحية ده. هم اكتر ناس لما شفنا في امريكا وشفنا اكتر النماذج اللي نجحت في العالم لده، كانت ناس فعلا ابتدت تنزل الشارع. يعني انا في امريكا وفي اليابان لما قابلنا المجموعه اللي عملت في خلال 50 سنه طفره في اليابان، قالوا لنا كانوا بينزلوا وكل حاجه مش مهيئه، يبتدوا ينزلوا الشارع ويبتدوا يدفعوا في المترو، يدفعوا في الباص، ويوروا الناس الصعوبات اللي هم بيمروا بيها، فنبتدي نشوف المشاكل نحلها بقى ازاي؟ بالظبط.